في مشروع براسي من زمان أنا بسأل عنه، هو فكرة مين هو البطل الأسطوري ومين هو البطل الحديث تبعنا. تمشي بالطريق، بتقعد بالبيت، تفرج على الأخبار، بتلاقي دايماً في بطل مكرس قدامك، لكن هو البطل؟ أنا أسامة حلال، مخرج مسرحي، مؤسس فرقة كون المسرحية. مسرحية الجانب الآخر من الحديقة هو مشروع بنهاية 2016 بلشت البحث فيه وانعرض بنهاية 2018. أخذته أنا من حكاية هانز أندرسن قصة أم. قصة أم هي حكاية أنا حضرتها وقت كنت صغير بمسلسل أطفال اسمه من قصص الشعوب أو حكايات عالمية. فكان في حكاية من أنا وصغير على الآن براسي، حكاية أم بيكون عندها ابن مريض فبيجي ملك الموت بياخذ الولد، والأم بتمشي برحلة لحتى تنقذ ابنها وعلى الطريق بتخسر صوتها ودمها وشعراتها وعيونها لتقابل ملك الموت، وآخر شيء ما بتحسن ترجع ابنها. ربيتك صغير حسن ليش انكالتني؟ وحقيقة اليوم بعد كل شيء عشناه وعم نعيشه لحد الآن بالحكاية السورية يعني وبالحراك وبعد كل شيء شفناه، حسيت انه اليوم نحنا كلياتنا الام يلي رايحة تنقذ ابنها وهي كل الوقت عم تقدم اضحيات واضحيات واضحيات لحتى تحسن توصل لبر الامان او لحتى تحسن توصل لمكان بوجهة نظرها هو في خير لابنها او لغيرها. ابني اسمعي، شوفي الملاك عم يرش علي ورود ملون، لا تزعلي اذا الحياه ما عاد بتداياني. بيروت عطتني قبر وعطتني مسرح دفنا فيها اصدقاء وبنفس الوقت احسنت حقق فيها حلم. الحلم هو يكون عندي هذا الاستديو، هذا المكان اللي نحن هلا قاعدين فيه، احسن اعمل فيه بروفات، وهذا ما احسن اني انا احققه بالشام. انا بيروت بوجهه نظري حفزتني كثير وطورتني كثير، كسبت فيها العديد 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 من الخيبات، لكن انا بالنسبه لي هلا صرت افهم. وقت كنت صغير كانوا يقولوا بيروت اجتمع فيها محمود درويش ونزار قباني وواسين وعمر، انه كان يكون عندي فضول انه شو هالسحر الموجود هون، هو هذا، هاي المتناقضات هي كلياتها، هي بيروت.